العرض ده يا كابتن كان وقتها في عرض من الزمالك؟ كان في عرض من نادي الزمالك طبعا مع استاذ عمرو الجنايني، كان ماسك مدير التسويق وكان عضو مجلس اداره ساعتها، كان ماسك التسويق في نادي الزمالك. يمكن الحمد لله من اسره اهلاويه، من بيت اهلاوي وكل اهلي طب يا بيشجعوا كابتن الاهلي. عرضين، ليه اخترت تلعب في النادي الاهلي مع ان وقتها في الناحيه اليمين اعتقد كانت المنافسه قويه جدا؟ كان في اسلام الشاطر، كان في كان في اسلام احمد الشاطر، في احمد صديق، صديق، كان في بركات. بركات، كنا احنا اربعه ولحد ما جالنا احمد فتحي. كان ليه بقى اخترت النادي الاهلي وقتها؟ كان قدامك الاهلي والزمالك، بس عشان الانتماء وان العيله كلها اهلاويه؟ لا لا خالص، احنا ممكن لو هنتطرق للشق ده، الشق الاحترافي بيبقى كفته ارجح، لكن لما بيجي اهلي وزمالك، انا بالنسبه لي كاحمد عادل انا افضل النادي الاهلي، وده اللي حصل معايا فعلا. واللي عايز اكد عليه واللي ممكن يكون غايب عن الناس شويه، انا عشت داخل مجال لعيبه الكوره على مدار 13 سنه في الدوري ممتاز. مش عايز اقول لك لو 90% من لعيبه مصر جالها اهلي وزمالك هيختاروا النادي الاهلي. ده كلام مهم. ده على مسؤوليتي، ويمكن انا لعلاقتي بلاعيبه كتير جدا زي ما بقول لحضرتك، ومش مبالغ ان 90% من اللعيبه اللي في مصر هو يختار النادي الاهلي لاستقراره ومبادئه واسم النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي، وده قيم اللي انا اخترته، ومبادئ النادي الأهلي. ده اللي انا اخترته الحمد لله. يمكن لما انتقلت للنادي الاهلي قدرت ان انا احقق 5 بطولات على مدار موسمين، فده طبعا انجاز كبير جدا على المستوى الشخصي مع كيان كبير زي النادي الاهلي. فده اللي كانت كفته ارجح بالنسبه لي، وخصوصا ان انا زي ما اتقال في التقرير اتعرض عليا 800,000 جنيه. ال 800,000 جنيه كنت اخدهم كاش، يعني سنه وده كاش، وقتها كان وقتها رقم كبير جدا. جدا. يمكن انا كان فعلا عقدي في النادي الاولمبي كان 18,000 جنيه، ويمكن انا الحته الماديه ما بركز فيها، انا بركز في انجازات، في طموح، في ان انا اسطر تاريخ لنفسي. يمكن الحمد لله كفه النادي الاهلي دايما بتبقى هي الارجح. يعني طب دلوقتي يا كابتن في لعيبه كتير برضو بتفكر في الفلوس اكتر، ولا يعني شايف انه ده دلوقتي موجود، ولا خلاص فكره الاحتراف بقى مش مشكله، انا كنت في الاهلي اروح الزمالك، كنت في الزمالك اروح الاهلي؟ لا، خلينا واقعيين ان دلوقتي قصه الفلوس ودخول بيراميدز بالظبط. للدوري المصري، انا بشوف ان هو اكتر ما مفاد الكره المصريه واضر بالكره المصريه، حته الماديات، حته الفلوس، رنجات العقود عاليه جدا. فان انت كنادي اهلي او انديه كبيره عايز تواكب نفس الشق ده، فهتلاقي اكيد معاناه. يمكن عايز ارجع لحضرتك في نقطه، ان هي الانديه الخاصه بتختلف عن الانديه الكبيره الجماعيه العموميه، فانت محكوم ببادجت او بميزانيه، لكن ان انت بتكلف بيراميدز نادي خاص فممكن يخلي العقود 20 مليون و18 مليون، فهو ما عندوش مشكله، يعني ما حدش ليه عليه سلطان. فلكن حته الوفاء والانتماء والولاء للنادي دي اللي انا باكد عليها، ان هي لازم تبقى موجوده داخل اللعيبه، ما يبقاش ولائك وانتمائك للماديات بس او الفلوس بس. الفلوس بتروح وتيجي، او انا اللاعب انا اللي بجيب الفلوس مش هي اللي بتجيبني. فدي حاجه مهمه، لازم اللعيبه تسطر تاريخ داخل النادي وتقعد اكبر سنين ممكنه داخل النادي، تحقق انجازات وتحقق بطولات. انا استفدت بشكل كبير جدا، يمكن كان في بدايه حياتي ان انا انتمي للنادي الاهلي، عرفت يعني ايه مسؤوليه، عرفت يعني ايه انتماء، عرفت يعني ايه استقرار، عرفت يعني ايه انجازات، عرفت يعني ايه تاريخ، ان انا سطر تاريخ نفسي اضاف لي بشكل كبير على مدار حياتي في الكوره بعد ما كملت. يعني طب ليه مشيت يا كابتن من النادي الاهلي؟ ما فيش، يمكن انا بالنسبه لي كل شيء نصيب. يمكن كانت اخر فتره ليا داخل النادي الاهلي ما كنتش بشارك بصفه مستمره، يمكن انا كان عندي 23 سنه، فضلت ان انا ايه اطلع مش عايز اطلع بره النادي الاهلي. كان الكلام مع كابتن حسام بدري ان انا اطلع اعاره، لكن انا كنت واخد وجهه نظري شويه ان انا عايز اروح العب، يعني عايز اروح العب واخد راحتي، عشان كده فضلت نادي الاتحاد عن عروض كتير جدا. ودي حاجه برضو لازم اذكرها لجماهير نادي الاتحاد والنادي الاتحاد، وكان موجود ساعتها الحاج محمد مصلحي، عامل استقرار كبير جدا في نادي الاتحاد، وقاعده جماهيريه لنادي الاتحاد ساعدتني بشكل كبير ان انا اقدر اكمل مسيرتي في الكوره. يعني طب ايه الفرق بقى؟ يعني حضرتك كان ليك مشوار بقى بعد كده كبير، الاتحاد السكندري، اتحاد الشرطه برضو، وكذا نادي، اتحاد الشرطه، جونه، سموحه، وادي دجله، الشرقيه اخر سنه. هنا لازم اسالك الفرق بين الاهلي واي نادي تاني لعبت فيه؟